بتاعتنا. طبعا احنا هنا في الاسئله المقالي كنا بنعمل بقى فاكتورايز ونعمل كده. تعال نشوف الاسئله بتاعتنا اللي تشوز بتجيلك ازاي في الدرس ده. اول سؤال هنا عندي بيقول لي ايه؟ ليميت لما الاكس تندس تو الاي، لما الاكس تقرب من الاي الفاليو هتبقى بكام؟ طيب يبقى انا اول حاجه هتيجي في دماغي اعمل ايه؟ اشيل الاكس واحط مكانها ايه؟ يبقى 2 اي باور 2. شلت الاكس وحطيت مكانها ايه؟ ماينس اي تايم اي ماينس اي باور 2. دي 2 a بار 2، نيجاتيف a تايم بوزيتيف a بنيجاتيف a بار 2، وادي نيجاتيف a بار 2، يعني 2 a بار 2 ماينس 2 a بار 2. لقيت الانسر اداني كام؟ لقيت الانسر هنا اداني 0، الانسر هنا اداني 0. طيب ده كده كان اول سؤال. ليميت لما الاكس تندس 2 باي اوفر 2، 2x ماينس ساين x. انا ما اتخضش، احنا لسه في الاول. انا كل اللي انا هعمله ايه؟ بيقول لي الاكس تندس 2 باي اوفر 2، يبقى انا اشيل الاكس واحط مكانها باي اوفر 2، يبقى 2 تايم باي اوفر 2 ماينس ساين باي اوفر 2. باي اوفر 2 دي اللي هي بكام؟ اللي هي ب 90. ده راح مع ده، اتبقى لك هنا كام؟ اتبقى لك هنا باي. ساين 90 هنا بكام؟ ساين 90 ب 1، يبقى ماينس 1، يبقى باي ماينس 1 اللي هي لتر سي. طبعا الكلام ده سهل جدا وما فيهوش اي مشاكل. 3x بلس 2 تايم x باور نيجاتيف 1 بلس 2 تايم x باور نيجاتيف 1 و4 بلس 4 تايم x باور نيجاتيف 1. انا اول حاجه هتيجي في دماغي، انا بس الشكل ده مضايقني. طيب هنا ايه اللي حاصل يا مستر؟ ادي 3x بلس 2 اوفر x وادي x بلس 4 اوفر x. طيب يا مستر هنا انا ايه المشكله عندي؟ المشكله عند حضرتك هنا انك لو شلت الاكس وحطيت مكانها زيرو هيبقى اساسا ده كده ايه؟ ده كده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى اتبقى هنا زيرو، هيتبقى هنا زيرو، فتبقى ان سبيسيفايد. طيب انا ايه اللي عامل لي مشكله؟ اللي عامل لي مشكله الاكس اللي تحت دي. طب اعمل فيها ايه عشان اخلص منها؟ عملت تايم اكس فوق وتايم اكس تحت. يبقى ليميت لما الاكس تندس تو زيرو. طبعا لما اعمل تايم اكس فوق تايم اكس تحت ما غيرتش فاليو. 3x تايم اكس 3x باور 2 2 اوفر اكس تايم اكس، الاكس هتطير الاكس هيبقى لك 2 اكس تايم اكس اكس باور 2 4x تايم اكس ب 4. طب بعدين اشيل الاكس واحط مكانها زيرو، اشيل الاكس واحط مكانها زيرو، ده يطلع زيرو وده يطلع زيرو. مين اللي اتبقى لي؟ 2 اوفر 4. مين هي 2 اوفر 4؟ 1 اوفر 2. 1 اوفر 2. تعال نشوف السؤال اللي بعده. ليميت لما الاكس تندس تو 9 روت 2 ماينس روت 9 ماينس 7 اوفر 9 ماينس 9. اول حاجه بتيجي في دماغي بشيل الاكس واحط مكانها 9، طلعت لي 0 اوفر 0. ان سبيسيفايد كوانتيتي. يبقى ابدا افكر ازاي يخلص من الشكل اللي قصادي ده. طب انا عندي روت 2 ماينس روت اكس ماينس 7 اوفر اكس ماينس 9. طب الشكل ده احنا خدناه اسمه ايه عشان اخلص منه؟ مين اللي بيخلصني من الروت اللي عامل لي ازمه ده؟ لا، يخلصني منه الملتبلاينج باي كونجيجيت. يبقى ليميت لما الاكس تندس تو 9 ادي روت 2 ماينس روت اكس ماينس 7 وادي اكس ماينس 9. عشان نخلص من الكونجيجيت ما ينفعش اعمل تايم فوق بس، لازم اعمل تايم فوق وتحت. يبقى اعمل هنا تايم روت 2 بلس روت اكس ماينس 7 وادي روت 2 بلس روت اكس ماينس 7. طيب بعدين يا مستر انا بحسب ليميت، التايم ده ازاي بيتعمل؟ فيرست تايم فيرست روت 2 تايم روت 2 ب 2، نيجاتيف تايم بوزيتيف نيجاتيف، وافتح براكت عشان ما اتلخبطش، روت اكس ماينس 7 تايم روت اكس ماينس 7 باكس ماينس 7. طيب ادي الاكس ماينس 9 وادي روت 2 بلس روت اكس ماينس 7. اتفقنا ان هي ادام طلعت ان سبيسيفايد يبقى انا لازم اعمل فاكتورايز او ملتبلاينج باي كونجيجيت او لونج ديفيجن عشان اخلص من مين؟ اخلص من البراكت اللي عامل لي ازمه اللي هو المين اللي كان بيطلع 0 فوق و0 تحت. ادي ليميت لما الاكس تندس تو 9. بعدين هنا يا مستر هندخل النيجاتيف جوه تبقى 2 ماينس اكس بلس 7. ادي اكس ماينس 9
ودي روت 2 بلس روت اكس ماينس 7. 2 بلس 9 2 بلس 7 ب 9 وده هينزل زي ما هو. طب بعدين يا مستر ما انا عندي ده اكس ماينس 9 وهنا بقى فيه نيجاتيف اكس بلس 9، طب ما اخد نيجاتيف كومن. يعني من فوق كده هاخد نيجاتيف 1 كومن، مين اللي هيتبقى لي؟ اكس ماينس 9 وتحت فيه ايه؟ اكس ماينس 9. طب الباقي؟ روت 2 بلس روت اكس ماينس 7. ادي الاكس ماينس 9 هتطير مع الاكس ماينس 9. ادام طيرت اللي كان عامل لي ازمه اللي بيطلع لي فوق 0 واللي تحت 0، اقدر اعمل ايه؟ اشيل الاكس واحط مكانها 9. ادي نيجاتيف 1 اوفر روت 2 بلس روت 9 ماينس 7. الانسر هنا هيديني كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 2 روت 2، لان ده بروت 2 ده كمان بروت 2. طيب على الكالكليتور ما ده مش موجود في التشويزز، على الكالكليتور لقيته طلع نيجاتيف روت 2 اوفر 4، نيجاتيف روت 2 اوفر 4. طيب تعالى نشوف اللي بعده. ليميت لما الاكس تان اكس اوفر 4، لما الاكس تندس 2 باي اوفر 4. ايه اول حاجه هتيجي في دماغي؟ اشيل الاكس واحط مكانها باي اوفر 4. يبقى تان باي اوفر 4 اوفر باي اوفر 4. التان باي اوفر 4 دي بكام؟ الباي اوفر 4 دي 45، ده ب 1 يبقى 1 اوفر باي اوفر 4. على الكالكليتور لقيتها طلعت 4 اوفر باي، 4 اوفر باي. ليميت لما الفانكشن، لا ليميت عند الاكس تندس تو 5 الاف اكس كانت بكام؟ كانت ب 4. انا عايز ليميت لما الاكس تندس تو 5 للاف اكس ماينس 4. طيب اول حاجه كده احنا درسنا من البروبرتس اللي انا اقدر اعملها للليمت، بعمل ايه؟ الليمت تتوزع على الاثنين، يبقى ليمت لما الاكس تندس تو 5 للاف اكس تمام ماينس مين؟ ماينس ليمت لما الاكس تندس تو 5 لل 4. طيب دي عندي بكام؟ ب 4 ماينس دي عندي بكام؟ ما هو ليمت لاي كونستانت بيديني نفس الرقم اللي هو كام؟ اللي هو 4. 4 ماينس 4 زيرو. يبقى الانسر هنا ماله؟ الانسر هنا كان زيرو. ليميت لما الاكس تندس 2 ام، لما الاكس تندس 2 ام 2 اكس باور 2 ماينس اكس اوفر 4 اكس باور 2 ماينس 9. الكلام ده ايكوال 5 اوفر 12، الكلام ده ايكوال 5 اوفر 12. طب احنا عايزين نعرف الام بكام يا باشا؟ الام دي مش عامله لي اي مشكله غير لما اجي اعوض، وهو قال لي لما بعد ما عوضت طلعت 5 اوفر 12. انا حل مساله عادي خالص. طب يعني ايه يا مستر حل مساله عادي خالص؟ ادي ليميت لما الاكس تندس 2 ام 2 اكس باور 2 ماينس اكس ماينس 3، بنحلها ازاي؟ فاكتورايز على الكالكليتور مود 5 3 او 3 3. طيب بعدين يا مستر بيطلب مني ثلاث حاجات، مين هم الايه؟ الكوفيشنت اوف الاكس بار 2. مين هو البي؟ الكوفيشنت اوف الاكس نيجاتيف 1. مين هو السي؟ الابسولوت تيرم نيجاتيف 3. دوست ايكوال لقيتها طلعت على الكالكليتور نيجاتيف 1، طلعت على الكالكليتور ايه؟ نيجاتيف 1، يبقى انا هكتبها ايه؟ اكس بلس 1. لقيتها طلعت على الكالكليتور 3 اوفر 2. طيب ال 3 اوفر 2 دي بكتبها ازاي يا شباب؟ ال 2 بتتكتب مع الاكس يبقى 2 اكس ماينس 3. ال 2 بتروح للاكس وبعمل تشينج للساين يبقى 2 اكس ماينس 3. اللي تحت ده ديفرنس بتوين 2 سكويرز، سكوير روت الاولاني 2 اكس، سكوير روت للثاني 3، وادي 2 اكس بلس 3. انا كده عملت ايه؟ انا حليت مشكلتي، ده راح مع ده، ده اللي كان الفاليو بتاعته بزيرو وده كان الفاليو بتاعته بزيرو. الكلام ده لما انا عوضت بالام طلع كام؟ 5 اوفر 12. يبقى انا اشيل الاكس واحط مكانها ام، ام بلس 1 اوفر 2 ام بلس 3 طلعت كام؟ 5 اوفر 12. طب بعدين كروس مالتيبليكيشن 12 تايم ام بلس 1 ايكوال 5 تايم 2 ام بلس 3. 12 تايم ام ب 12 ام، 12 تايم 1 ب 12، 5 تايم 2 ب 10 ام، 5 تايم 3 ب 15. ال 10 ام دي تروح السايد الثاني تبقى ماينس، وال 12 تيجي السايد ده تبقى ماينس، يبقى 12 ام ماينس 10 ام ايكوال 15 ماينس 12. 12 ماينس 10 ب 2 ام ايكوال كام؟ ايكوال 3.
يبقى ال m equal 3 over 2. ال m بكام؟ 3 over 2. طيب نمبر 8، ليميت لما ال x tends to 2 كانت x باور 2 minus 4a over x minus 2. هو قال لي دي مالها؟ exist، يعني لازم هيطلع عليها رقم لما بتشيل ال x وتحط مكانها 2، لازم الانسر هيطلع رقم. ايه ده ازاي يا مستر؟ ما لو شلت الاكس هيطلع 2 هيتحط هنا 0. ما احنا معناه ان انا ساعدني ان يحصل فاكتورايز. طيب ايه نوع الفاكتورايز هنا اللي حصل؟ انا لازم هنا ادي اكس ماينس 2، ده لازم هيطير مع اكس ماينس 2 فوق. طيب ايه الفاليو بتاعت الاي اللي تخليني اعرف احل المساله دي؟ ان الاي تبقى ب 1. ليه؟ عشان لما اجي اعمل فاكتورايز هيبقى ده اكس بلس 2، فده يروح مع ده، فاجي اشيل الاكس واحط مكانها 2 فالانسر يطلع كام؟ 4. يبقى ايه الفاليو بتاعت الاي اللي تخلي لي الفانكشن دي اكزيست؟ هي 1. عرفنا منين؟ ما لازم الفاكتورايز بتاعي يطلع لي اكس ماينس 2 فوق واكس ماينس 2 تحت، لان ده الجزء اللي عامل لي الازمه، ده اللي بيطلع 0 فوق وده اللي بيطلع 0 تحت. نمبر 9 بيقول لي هنا ايه بقى في نمبر 9؟ انا عايز لما الليمت اكس تندس تو 3 لاكس بار 2 ماينس 2 اكس ماينس 2 x بلس k over x باور 2 ماينس 9، الكلام ده ايكوال m. انا عايز اعرف k تايم m. يبقى انا هنا عندي كام مشكله؟ عندي 2 values. مين هما 2 values؟ الام والايه والكي. عايز اجيب كل واحده منهم. انا اول حاجه رحت رايح قايل له عليها، انا المفروض هنا لما جيت احل ده لما عوضت هنا طلع كام؟ طلع 3. هي الفانكشن دي اكزيست، يعني انا لما شلت الاكس وحطيت مكانها 0، لما كنت حطيت مكانها 3 الانسر اللي تحت طلع 0 والانسر اللي فوق هو كمان طلع 0. فقلت له ات الاكس ايكوال 3 الفانكشن دي لازم تطلع بكام؟ ب 0. يبقى 9 ماينس 2 تايم 3 بلس كي، الانسر بتاع ده كام؟ 0. يبقى 9 ماينس 6 بلس كي ايكوال 0، 3 بلس كي ايكوال 0، يبقى الكي بكام؟ نيجاتيف 3. طيب بعدين يا مستر؟ خلاص، ولا قبليه؟ اجيب الليمت، ما انا عايز الام. يبقى نيجاتيف 3 تايم، ادي ليمت لما الاكس تندس تو 3 لاكس باور 2 ماينس 2 اكس ماينس 3 اوفر اكس باور 2 ماينس 9. ما هو الكلام ده ايكوال ام، فانا هحسب الليمت عادي. هعمل ايه؟ فاكتورايز. اللي فوق طلعت لي 3 فانا بعملها اكس ماينس 3، طلعت لي نيجاتيف 1 فانا بعملها اكس بلس 1. ادي اكس ماينس 3 وادي اكس بلس 3. ده راح مع ده. هشيل الاكس واحط مكانها 3. 3 بلس 1 4. 3 بلس 3 6. يبقى 4 اوفر 6. 4 اوفر 6 دي اللي هي بكام؟ ب 2 اوفر 3. يبقى الام بكام؟ ب 2 اوفر 3. يبقى الانسر هنا كام؟ الانسر هنا نيجاتيف 2. الانسر هنا نيجاتيف 2. اللي هي لتر سي. السؤال القبل الاخير. طيب اكسرسايز نمبر 10، اكس الليمت لما الاكس تندس تو نيجاتيف 1 اكس باور 2 بلس كي اكس بلس ام اوفر اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال 3. يعني الليمت هنا للفانكشن دي طلعت بكام؟ طلعت ب 3، يعني هي موجوده. طب انا عايز اجيب الفاليو بتاعت الكي والفاليو بتاعت الام. فقلت له اول حاجه انا هشتغل طبيعي جدا، اللي تحت ده اسمه ايه؟ ديفرنس بتوين تو سكويرز، اكس ماينس 1 واكس بلس 1. في براكت انا لازم اخلص منه فوق وتحت اللي هو كان بيطلع 0. طب مين من هنا بيطلع 0؟ اهو ده. يبقى لازم زي ما هنا في اكس بلس 1 فوق كمان لازم يبقى في اكس بلس 1. طيب يا مستر البراكت الثاني هيبقى عباره عن مين؟ هيبقى عباره عن اكس بلس ام. ما انا عايز تو نمبرز التايم ام، يبقى هنا ام تايم 1. طيب حلو قوي. الكلام ده اداني كام؟ الكلام ده اداني 3. ده راحت مع ده. هشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 بلس ام over negative 1 minus 1 الكلام ده equal 3. يعني negative 1 plus m over negative 2 الكلام ده equal كام؟ 3. cross multiplication negative 1 plus m equal negative 6. ال negative 1 تروح السايد الثاني تبقى positive، يبقى ال m equal negative 6 plus 1 اللي هي بكام؟ ب negative 5. ودي كده اول value انا طلعتها اللي هي negative 5. طب عايز مين؟ عايز ال value بتاعت ال k. مش احنا اتفقنا ان انا لما اجي اشيل ده واحط مكان الاكس بنيجاتيف 1 المفروض ده يطلع 0؟ يعني الاكس باور 2 بلس كي اكس بلس ام اللي هي بكام؟
بنيجاتيف 5 الانسر بتاعها ده هيطلع 0 لما الاكس تبقى بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى نيجاتيف 1 باور 2 نيجاتيف 1 تايم كي بنيجاتيف كي ماينس 5 ايكوال 0. دي كده ب 1 ماينس كي ماينس 5 ايكوال 0. يبقى 1 ماينس 5 بنيجاتيف 4 ماينس كي ايكوال 0. النيجاتيف كي تروح السايد الثاني يبقى الكي ايكوال كام؟ نيجاتيف 4. طيب يبقى انا هنا عندي نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 ماينس 5 اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 9 بنيجاتيف 9. طيب تعالى بقى هنا تعالى بقى هنا نشوف السؤال الاخير بيقول لي هنا ايه؟ ليميت لما الاكس تندس تو 2. طيب بعدين عندي ايه؟ 3 تايم اكس ماينس 2 اول باور 3 بلس 2 تايم اكس باور 2 ماينس 8 اوفر اكس ماينس 2. طب يا مستر ده عباره عن ايه؟ اول حاجه هتيجي في دماغي اعمل ايه؟ اشيل اكس واحط مكانها 2 0 0 اوفر 0 unspecified quantity. طيب بعدين اعمل ايه؟ ابدا افكر واشتغل. طيب انا عندي الجزء ده انا هدفي يبقى فيه ايه؟ زي ما في تحت اكس ماينس 2 يبقى عندي براكت فوق اسمه اكس ماينس 2. انا عندي الجزء ده مش عارف اعمل فيه حاجه يعني ده 3 تايم اكس ماينس 2 اول باور 3. طيب في هنا حاجه حد خد باله من حاجه؟ دي 2 دي 8 فاقدر اخد ال 2 كومن. فايه اللي هيتبقى؟ اكس باور 2 ماينس 4 ودي اكس ماينس 2. طيب تمام يا مستر ادي الليميت هي كبيره بس ككتابه بس هي تافهه. دي مش هقدر اجي جنبها عشان ده براكت باور 3 بلس 2 تايم ده ديفرنس بتوين تو سكويرز سكوير روت الاولاني اكس ماينس 2 وادي اكس بلس 2. طيب هو انا هدفي من الاساس ايه؟ اوصل لبراكت اسمه اكس ماينس 2 فوق وتحت عشان اطيرهم مع بعض عشان اقدر اعوض. طيب ادي ليميت لما الاكس تندس تو 2 هنا في اكس ماينس 2 وهنا في اكس ماينس 2 باور 3 ما اقدرش اخد منها واحده؟ اقدر فهاخد هنا افتح كده بس براكت كبير واكتب هنا اكس ماينس 2 وهنا تحت في ايه؟ اكس ماينس 2. لما اخد من هنا اكس ماينس 2 كومن ميل هيتبقى 3 تايم اكس ماينس 2 باور 2 بلس لما اخد من هنا اكس ماينس 2 هيتبقى 2 تايم اكس بلس 2. بعدين يا مستر ده يطير مع ده وبعدين الشكل اللي اتبقى ده اشيل الاكس واحط مكانها 2 يبقى 3 تايم 2 ماينس 2 باور 2 بلس 2 تايم 2 بلس 2 ده ب 0 2 بلس 2 4 4 تايم 2 8 يبقى الانسر بتاعي هنا كام؟ يبقى الانسر بتاعي هنا 8.